النصر والفيصل، ولكن هناك حالة جدلية تحدث عنها الكابتن محمد الجواد ويشاركنا الجميع فيها. هل فيها ضربة جزاء كابتن محمد الجواد؟ هذه الحالة التي نشاهدها الآن مباشرة لمجريات الشوط الأول، لمسة يد من المدافع. نعم، واضحة تماما. رأي كابتن محمد سويلم؟ نعم، ضربة جزاء. كابتن خالد شنيف؟ واضحة جدا عزيز، هذا ما حدث في مجريات الشوط الأول. التحليل الأكثر الفني عن هذه المباراة والشوط الأول منها مباراة النصر. قيادة شكر الحنفوش، عبد الرحيم الشمري، وخلف زيد، وبندر العنزي. الحالة الأولى كانت دقيقة 15 من زمن المباراة، كانت هناك ركلة ركنية أو رمية تماس نفذت وارتطمت الكرة، حاول إبعادها حارس المرمى وارتطمت بيد مدافع نادي الفيصلي. لاحظ الجميع اللاعبين كانت الأيادي مرتفعة، وهي من نتيجة حركة اللاعب، مو معقول انه يقفز ويدينه جنبه، قفز وارتطمت الكرة بيده، وبالتالي كان قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب، لا توجد اي مخالفة في هذه اللعبة والاستمرار هو صحيح.